أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. صدق الله العلي العظيم. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. بعض المتطرفين يشكلون على المسلمين إشكالا لا يعلم الإنسان يبكي من هذا الإشكال أم يضحك. يقولون الله عز وجل نهى أن يدعى غيره، ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فكيف تدعون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ أولاً، لسنا نحن فقط ندعو غير الله عز وجل، أنت المستشكل أيضاً تدعو غير الله. ليس مرة في عمرك، وإنما في كل يوم مئات المرات تدعو غير الله، تدعو الدعاء. الدعاء يطلق على نداء الشخص أو الشيء، تقول يا الله، هذا دعاء، دعوت الله يعني ناديت الله. الدعاء أيضا بمعنى أو من مصادقه، من مصادق مفهومه، الطلب من شخص أو من شيء. عندما تقول اللهم ارزقني مالا حلالا،
هذا دعاء. في كل يوم أنت كم مرة تدعو غير الله، تنادي غير الله، وكم مرة تطلب من غير الله عز وجل أشياء؟ في كل يوم مئات المرات. في كل يوم أنت عندما تقول للخادم ائتني بكأس ماء، يا فلان ائتني بكأس ماء، هذا ماذا؟ هذا دعاء، نداء وطلب. تقول للسائق أوصلني إلى المكان الفلاني، هذا دعاء، هذا طلب. تقول للمدير وقع لي المعاملة الفلانية، هذا دعاء. تقول للوزير وظف ابني في المكان الفلاني، هذا دعاء. تقول للخباز أعطني خبزا، هذا دعاء. طلب، هذه كلها مطالب تطلبها أنت في كل يوم، مئات الطلبات لك بالنسبة إلى من حولك. فأنا أدعو غير الله، أنت أيضا تدعو غير الله. باعك تجر، باعي لا تجر. ثانيا، هذه الآيات المباركات للأسف الإنسان يضطر أحيانا ينزل إلى مستويات، عفوا أقول سفهية، يضطر، لأنه يتكلم كلام سفهي، يلزم أن تنزل إلى مستوى. وإلا هذه الآيات واضحة أنها تتحدث عن أن لا ندعو مع الله إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا يوجد إله ثاني، الإله هو واحد. الآيات واضحة في هذا المعنى، أين يذهب بها هؤلاء؟ ثالثا، أنا عندما أطلب من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في حقيقة الأمر أطلب من الله عز وجل، لأن كل وجود أهل البيت من الله عز وجل، لأن قدراتهم من الله عز وجل، أعطاها الله عز وجل لهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائط. فعندما أطلب منهم، هذا طلب من الله عز وجل. إذا المسؤول قال لك أنت إذا عندك قضية معي اذهب إلى فلان اطلبها منه، إذا ذهبت إلى فلان يتمكن أن يقول لك لماذا ذهبت إليه، أنت قلت، أنت جعلته واسطة بيني وبينك. يرفعون صوتهم يقولون الله عز وجل يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد. لماذا تطلب من أهل البيت؟ اطلب من الله، الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد. هذا الكلام إذا أقبله من أي شخص منك لا أقبل، لأنك تعتقد بأن إلهك جالس على العرش، جلوس مادي على العرش، المسافة بيني وبين العرش، سمك كل سماء 500 عام، هذا ما يعتقدون، الفاصل بين كل سماء وسماء أخرى 500 عام، بعد السماوات السبع اذهب مليارات الكيلومترات حتى تصل إلى العرش. أنتم تقولون إلهكم جالس هناك، كيف يكون أقرب إلي من حبل الوريد؟ والعياذ بالله من هذا الكلام. طبعا الله عز وجل ليس جسمان، الله عز وجل ليس له مكان، الله خالق المكان، الله خالق الأجسام، ولكن حسب زعمه أنت تقول لي ونحن أقرب إليه، إلهك جالس هناك في ليالي الجمعة ينزل، إلهك والعياذ بالله تعالى نزولا ماديا يعني الذي يقصدونه ويصرحون به. ثانيا، عندما تطلب من غير أهل البيت لا تأتي بهذه الآية،
لماذا تطلب من الخباز الخبز؟ الله أقرب إليك من حبل الوريد، اطلب من الله. لماذا تطلب من المهندس أن يرسم لك خريطة للبناء؟ الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، لماذا تطلب من المهندس؟ المهندس شخص آخر. لماذا تطلب من الطبيب أن يكتب لك دواء؟ الله أقرب إليك من حبل الوريد، اطلب من الله عز وجل أن يكتب لك نسخته دواء. لماذا تطلب من الشركة الفلانية أن توصل لك بضاعة فلانية؟ الشركة الفلانية في غرب الأرض، تطلب منها أنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضاعة معينة تطلبها من شرق الأرض أو من غرب الأرض، الله أقرب إليك من حبل الوريد، اطلب من الله عز وجل هذه البضاعة. يعني تطلب من كل الناس، هذا عادي، بمجرد أن نصل إلى مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم سيد خلق الله في هذا العصر، إذا طلبت منه شيئا، لا لا لا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كأن الآية نزلت في أهل البيت فقط. أطلب من الكل عادي، لا تطلب من أهل البيت. يقول لك إياك نستعين، إياك نستعين يعني نستعينك فقط، لا تستعن بصاحب الأمر، لا تستعن برسول الله، إياك نستعين. تستعين بالخادم عادي، تستعين بالبناء عادي، تستعين به حتى يبني لك البيت عادي، تستعين بالطيار حتى يوصلك إلى بلد آخر عادي. ذو القرنين قال أعينوني بقوة عادي، أعينوني استعانة عادي. تستعين بزوجتك عادي، تستعين بابنك عادي، تستعين بطفل عادي، أما تستعين بسادة خلق الله عز وجل لا، ممنوع. إياك نستعين، هنا يتذكر إياك نستعين فقط. في كل حياته يستعين بالمدير، بالمسؤول، بالموظف، بمن هو دونه بالمستوى، بمن هو أرفع منه بالمستوى، كل عادي جدا طبيعي، يعيش حياته بصورة طبيعية فقط. يسمع يا فلان ائت لي بالشيء الفلاني، يا فلان أطلب منك شيئا كذائيا، يا فلان أرجوك، كله عادي. بمجرد أن تقول يا محمد ابن عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى آله، هنا ينتفض. لا، لا تستعين بغير الله، عجيب. المشكلة في رسول الله صلى الله عليه وآله. المشكلة في بقية الله الأعظم روحنا فداه. الشرك فقط هنا، كل حياتك ليس شركا، تنادي كل شخص عادي، تنادي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يكون شركا. ما لكم كيف تحكمون؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. القضية واضحة، الطلب من غير الله عز وجل بعنوان أنه له هذا التأثير وهذه القدرة من نفسه لا من الله عز وجل، هذا شرك صغيرا كان أم كبيرا. الطلب طلب صغير أو طلب كبير لا فرق، والطلب من غير الله عز وجل الذي أعطاه الله عز وجل هذا التأثير أو هذه القدرة، هذا عين التوحيد. تطلب من البناء بعنوان، بعقيدة أن هذه القدرة على البناء له من نفسه لا من الله عز وجل، هذا شرك. تطلب من المهندس أن يرسم لك خريطة بقدرة ذاتية منه لا بقدرة من الله عز وجل أعطاها له، هذا شرك.
تطلب من شركة توصيل أن توصل لك بقدرتها الذاتية لا بقدرة الله، بقدرة الله عز وجل، هذا شرك. تطلب من زوجتك شيئا، تطلب من خادمك كأس شاي بقدرته الذاتية، بهذه العقيدة أن الخادم له قدرة ذاتية، لا الله عز وجل أعطاه، الله ما أعطاه قدرة، هو من نفسه يتمكن أن يعطيك الشاي، هذا شرك. حاجة صغيرة أم كبيرة، من صغير أم كبير، بعنوان أنه منه لا من الله، هذا شرك. ولكن تطلب من غير الله شيئا جعل الله عز وجل فيه هذا الشيء، هذا ليس شركا. من الصغير أو الكبير، اطلب من ولدك الصغير أن يأتي لك بكل نكسة باعتقاد أن هذه القدرة التي عنده الله عز وجل أعطاها له، هذا ليس شركا. اطلب أعظم شيء في الدنيا من شخص بقدرة الله عز وجل أعطاها له، ليس شركا. حتى من غير الأشخاص، حتى من الجمادات، أنت تأخذ حبة بنادول لتسكين الألم، لماذا تأخذ حبة البنادول؟ إذا كنت تعتقد أن هذا التأثير من حبة البنادول نفسها، هذه هي تؤثر فتسكن الألم بنفسها لا بشيء جعل الله عز وجل في هذه الحبة، إذا كنت تعتقد أنها تؤثر بنفسها أنت مشرك. أما إذا تأخذ حبة البنادول وتعتقد أن الله عز وجل جعل فيها هذا التأثير، ليس شركا. يعني حتى الأشياء، ليس فقط الأشخاص، أنت تأكل الطعام لماذا؟ أريد أن أشبع. إذا كنت تعتقد أن الطعام بذاته يوجد الشبع فيك فأنت مشرك. أما إذا كنت تعتقد أن هذا التأثير جعله الله سبحانه وتعالى في الطعام أن يجعل الشخص لا يحس بجوع يشبع، هذا عين التوحيد. المرأة تستعمل المكياج، لماذا تستعملين المكياج؟ لكي يوجد فيك الجمال. تتصورين أن هذا الجمال هو المكياج بنفسه يوجده فيك فأنت مشركة. تتصورين وتعتقدين، وهذه العقيدة الصحيحة، أن الله عز وجل جعل هذا التأثير في هذا المكياج، في هذه الأشياء، إذا كنت تعتقدين أن هذا من الله عز وجل، الله عز وجل جعل هذا التأثير في هذه الألوان، فأنت مؤمنة، أنت موحدة. كل شيء في هذا الكون هكذا، حتى نعرف كم عقيدتهم بالتوحيد هشة، لا يفهمون التوحيد أصلا. هو يقول أنا موحد، هو يقول التوحيد، ولكن ما عندهم توحيد، عندهم مظهر توحيد، لا يفهمون التوحيد، لأنهم لا يتمكنون أن يفرقوا بين هذا وهذا. هذا شيء واضح. تدعو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيهم هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وكل شيء أحصي، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا عين التوحيد، لأن الله عز وجل جمع أحصى كل شيء فيهم. ولكن كما قلت، المشكلة بينهم وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندهم مشكلة مع أهل البيت. ولا حبة البنادول أيضا شرك، هو يأخذ حبة البنادول عادي جدا، يأخذ كل الأدوية عادي جدا، إذا كنت تعتقد أنها منها هذا شرك، إذا كنت تعتقد أنها من الله ليست شركا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تقرأ لي هذه الآية. أسأل منك سؤالا من ذاك المستشكل، تفهم اللغة العربية؟ استبعد،
لأنك لا تستوعب نقطة كل العرب يفهمونها، كل العرب حتى الأطفال، أطفال العرب يفهمون هذه النقطة، لا يحتاج لا إلى دراسة، الذي لغته عربية يدرك هذا الشيء، وأنت هذا الشيء لا تدركه. أنا، نحن، الفرق بين أنا ونحن، اسأل من طفل عربي يفهم. أنا يعني أنا فقط، نحن يعني أنا وغيري، هذا معناه. غيري من هو؟ مختلف، ممكن يكون في مرتبتي، ممكن يكون أعلى مني، ممكن يكون أدنى مني، ممكن أنا مسؤول عنه، ممكن هو مسؤول عني. نحن يعني أنا وغيري، هذا يعرفه كل العرب حتى الأطفال. الله عز وجل في هذه الآية ماذا قال؟ قال أنا أقرب إليه من حبل الوريد؟ أبدا، قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن يعني أنا؟ لا تفهم اللغة العربية. من المقصود من نحن؟ الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة بصريح العبارة يقول، عندما يذكر ألوهيته يقول إني أنا الله رب العالمين، أنا وحدي. الله لا إله إلا هو فقط في الألوهية، الضمائر كلها أنا، ضمائر مفرد. في هذه الآية الله عز وجل، في كل القرآن لا تجد مرة واحدة الله عز وجل قال نحن الله أبدا، إنا نحن الله أبدا ولا مرة، إني أنا الله فقط، مقام الألوهية فقط لي. هنا بصريح العبارة الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن يعني أنا وغيري، طبعا غيره ليس في مرتبة الله عز وجل لا شك، حسب تعبير بعض العلماء ليس في عرض الله، في طول الله. في طول الله يعني ماذا؟ لا، الله ليس له طول، يعني الله عز وجل جعلهم أقرب إلينا من حبل الوريد. نحن، من المقصود من نحن؟ أنا وأنت الشيعي مرتاحين الحمد لله، ندرك نفهم نستوعب، ولكن هو لا يفهم. لسوء اختياره الله حجب ذلك عنه، لسوء اختياره. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله عز وجل لا يظلم أحدا، هو يختار طريقا سيئا الله أيضا يغلق الباب عليه. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. من هؤلاء نحن؟ من المقصود من نحن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مكان، على ما أتذكر في بعض الأخبار كان نائما أصلا، دخل أبو سفيان، أبو سفيان في نفسه قال، ما تلفظ بكلمة بلساني، في نفسه قال، كان يحلف آنذاك بما يحلف، قال واللات والعزى يا ابن أبي كبشة، كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب، في نفسه قال هذه الكلمات، ما قال بلساني شيئا، قال واللات والعزى يا ابن أبي كبشة لأملأنها عليك خيلا ورجلا، راح أجيب لك جيش قوي. في نفسه النبي صلى الله عليه وآله توجه إليه قال أو ليك، مضمون كلام النبي صلى الله عليه وآله، ليكفين الله شرك يا أبا سفيان. هو في نفسه قال، حتى تفهم من المقصود من نحن. النبي صلى الله عليه وآله كيف علم
أجابه على ما خطر في نفسه، افهم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. الذي يقرأ ما في نفسك أقرب إليك من حبل الوريد. نحن، لا أنا. لا، أنا أريد أن أدعو الله عز وجل. اذهب أدعو الله. الله لا يريد. الله عز وجل يريد أن تدعو الله، ويريد أن تدعو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن تدعو حجة الله على خلقه. يريد. اللهم صل على محمد، لأنه جعله أقرب إليك من حبل الوريد. حكمته، لماذا حكمته هذا؟ لا أعلم. أنا أعرف حكمة الله عز وجل، هو يعلم. ولكن يوجد بعض الأشياء التي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كشفوها لنا. لماذا الواسطة بيني وبين الله عز وجل؟ هو قال وابتغوا إليه الوسيلة. لماذا؟ الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها، في أواخر خطبتها، تبين معنى رائعا جميلا جدا. تقول صلوات الله عليها: واحمد الله واحمد الله. قبل هذه العبارة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها تقول: فاتقوا الله حق تقاته وأطيعوه فيما أمركم به. تأملوا في هذه الكلمة: فإنما يخشى الله من عباده العلماء. كن عالما، افهم. ثم قالت عليه الصلاة والسلام: واحمد الله الذي، الله من جمال عبارتها، الذي، واحمد الله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة. يا أخي، لا تتمكن أن ترتبط بالله عز وجل ارتباطا مباشرا. أنت مخلوق ضعيف. جبرائيل سيد ملائكة الله عز وجل، جبرائيل الذي يعبر الله سبحانه وتعالى عنه بذي قوة، جبرائيل الذي الله عز وجل يقول عند ذي العرش مكين، بهذه العظمة جبرائيل ما تمكن ولا مرة واحدة أن يرتبط بالله عز وجل ارتباطا مباشرا. كان يأخذ أوامره من الروح، مخلوق أعظم منه، لا يتمكن. جبرائيل لا يتمكن. أنت تريد أن ترتبط بالله عز وجل ارتباطا مباشرا؟ القرآن الكريم يقول: فلما تجلى ربه للجبل. هذا ما هو ارتباط مباشر بالله؟ لا، حاشا. تجلى، تجلي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة، جعله الجبل ما تحمل، تجلي لحظة واحدة. فسر ربه بأي شيء؟ ربه، فلما تجلى ربه للجبل بأي شيء؟ بالنتيجة كان شيئا قد خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا التجلي لحظة واحدة جعله دكا وخر موسى صعقا. يا أخي، الجبل ما تحمل. موسى بن عمران من سادة الخلق، موسى بن عمران سيد خلق الله في عصره في البشر، موسى بن عمران العظيم، موسى بن عمران الذي يحمل قلبا أكبر من قلوب البشر بوحده، موسى بن عمران الذي يحمل نفسا كبيرة، ما تمكن لحظة تجلي لمخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. خر موسى صعقة. أنت تتمكن أن ترتبط بالله؟ عيب.
هذه العقيدة عيب. واحد يقول أنا مسلم يعتقد بهكذا عقيدة، من أنت؟ لا أريد أن أتحدث مع الله عز وجل بدون واسطة، من أنت؟ جبرائيل ما تمكن أن يصنع ذلك، موسى بن عمران ما تحمل لحظة تجلي. افهم، السيدة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها تقول وأحمد الله الذي لعظمته ونوره. عظمة الله، نور الله لا تتمكن أن ترتبط به ارتباطا مباشرا. لعظمته ونوره يبتغي من في السماوات، الملائكة يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، يحتاج إلى وسيلة. الوسيلة من؟ ونحن وسيلته في خلقه، ونحن خاصته ومحل قدسه. اللهم صل على خلق أنوار أهل البيت صلوات الله عليهم، هم الواسطة طبعا بين أنوار أهل البيت وبيننا وسائط أيضا. النعم لا تنزل علي من الله عز وجل إلا عبر 20 واسطة، 50 واسطة، 1000 واسطة، ملائكة في البين، بشر في البين، مخلوقات أخرى، حكمة الله هذه. ولكن الواسطة الأولى، الواسطة العظمى، الواسطة الأرقى، هم أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لازلنا في أجواء ذكرى المولد الأطهر للسيدة الطاهرة، المولد الأزهر للسيدة الزهراء، المولد الفاطم للسيدة فاطمة بنت محمد. المولد الفاطم، مولد يعني زمان الولادة، زمان الولادة هو الفاطم. ولد في ذلك اليوم من فطمت أولياءها عن كل هول، فطمت أولياءها عن النار. فاطم للولاة عن كل هول، لا يخاف العذاب من والاها. خلق الله آل أحمد أنوارا، فكانت من بينها زهراها. عرفتها الأملاك يوم تجلت، عندما تجلت فكشفت الظلم عن الملائكة، في ذلك اليوم الملائكة عرفتها. عرفتها الأملاك يوم تجلت، فغدت عرفة لأهل كساها. الله عز وجل عرف أهل الكساء بفاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لماذا عرفهم بفاطمة؟ لأن الملائكة في ذلك اليوم عرفتها من قبل، كشفت الظلم على الملائكة بسببها. عرفتها الأملاك يوم تجلت، فغدت عرفة لأهل كساها. كيف أحصي مديحها ببيان؟ وبها الله في السماوات باها، جعلت أولياؤه من بنيها، بعثت أنبياؤه بولاها، زوجت من سميه في سماه، زوجت من سميه علي اشتق من العلي، زوجت من سميه في سماه، شفعت في عباده في جزاها، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمتق والاها، أشرف العالمين أنجالها الغر، وهم يفخرون في منتهاها. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله،
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم إنا نسألك بوجاهة فاطمة عندك، بمكانة فاطمة لديك، بمقامها الذي جعلته لها في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبينها وبينهم صلوات الله عليهم طرفة عين أبدا، ارزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ابن فاطمة مهدي آل محمد.